اهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني مع حلقه جديده من حلقات مدرسه على الهواء. النهارده هنتكلم عن ماده المؤسسات للصف الثاني قسم ملابس جاهزه. هنكمل بقيه حلقتنا عن المقايسه. هنراجع مع بعض اللي احنا اخدناه الحلقه اللي فاتت. احنا اتكلمنا عن المقايسه وتعريفها، واخدنا الاسس اللي يجب مراعاتها عند عمل مقايسه، واخدنا ايه هي العوامل الاساسيه في تنفيذ المقايسه، وحلينا بعض التمارين في ازاي اجيب كميه الخامات الاساسيه وكميه الخامات المساعده للمنتج، وحدد الكميات الخاصه بالطلبيات المطلوبه. النهارده هنكمل بقيه حلقتنا عن المقايسه. هناخد برضو مراجعه سريعه عن ما المقصود بالمقايسه. تعالوا كده نراجعها مع بعض. حساب كل ما هو في صناعه او تنفيذ السلعه المطلوبه من تقدير كميات واسمان الخامات الاساسيه والخامات المساعده، وتحديد مراحل التشغيل المختلفه من تصميم ورسم خطوط انتاج بطرون وقص وتشغيل، وتحديد اجور العمال سواء بالقطع او بالزمن. واحنا عارفين ان تعريف المقايسه ده مهم جدا، ويعتبر ايه من الاسئله المهمه اللي هتبقى موجوده في الامتحان بتاعنا. هنتكلم النهاردة بقى عن النقاط التي يجب مراعاتها عند عمل اي تصميم لاي منتج. يعني لما اجي اعمل تصميم، ايه هي النقاط اللي انا لازم اراعيها عند عمل التصميم ده؟ احنا عارفين ان المقايسة انا بحسب كل حاجة داخلة في تصنيع السلعة او المنتج بتاعي. يعني كل حاجة داخلة في المنتج بتاعي، سواء خامات اساسية سواء خامات مساعدة سواء اجور عمال مراحل التشغيل، كل ده داخل في تصنيع المنتج انا بحسبه. طب ايه بقى ايه النقاط اللي يجب ان اراعيها في التصميم؟ تعالوا نشوفها كده مع بعض. اول حاجة ان يكون مناسبا للعصر والتقاليد. يعني ده مهم جدا، انا لازم اراعي في التصميم بتاعي، اراعي في التقاليد وراعي في العصر اللي انا بعمل ليه المنتج ده. يعني في بعض المنتجات ما ينفعش ان انا اعملها في بعض البلاد، لازم التزم بالعادات والتقاليد اللي موجودة داخل البلد اللي بنفذ لها التصميم. تاني حاجة ان يكون مناسبا للاوقات والمناسبات. طبعا انا بقى لما اجي اعمل فستان صباح غير لما اعمل فستان سواري. يعني انا معروف ان فستان الصباح ده هيتلبس فين وفستان السواري هيتلبس فين. لما اجي اعمل بدلة هتتلبس سواء تاير او بنطلون وجاكيت، هيدول بتوع عمل، يعني هيتلبسوا ايه في اماكن العمل، هيبقى يتلبسوا في اماكن معينة. يبقى لازم اكون عارف ان التصميم بتاعي ده اللي انا هعمله هيبقى مناسب فئة معينة. يعني انا بحدد الفئة المستهدفة اللي هيتم تنفيذ التصميم ليها، وكمان الوقت اللي هيلبسه في التصميم ده. نكمل. ان يتناسب مع طبيعة الخامة المستخدمة للتنفيذ، وده مهم جدا. يعني انا الخامة اللي انا بختارها لازم تكون مناسبة للتصميم، ما اجيبش خامة لا تصلح في تنفيذ التصميم. يعني انا لما اجي اعمل فستان سواريه هعمله في الدنطيل، في الجبير، في الركامة، هعمله في الشفونات، هعمله في الستانات. مش هينفع طبعا ان انا اجيب فستان قماش ترجال واقول ان انا الترجال ده هعمل منه فستان سواريه، لان الفستان السواري ليه ليه اقمشه معينه بقى بستخدمها في التصنيع، لانتاج الفساتين السواري. لكن انا لما اجي اعمل بدله هيبقى البدله من قماش ترجال او قماش كتان او قماش الروزالين، يبقى دي معروف ان البدله بتاعتي ليها الاقمشه المناسبه ليها. لكن الفساتين السواري ليها اقمشه اخرى مناسبه ليها، لازم اعرف الاقمشه المناسبه للموديل دوت. نكمل. ان يكون مطابقا للمواصفات المطلوبه. يعني انا لما اجي اعمل الموديل، ادي الموديل قدامي كده، لازم يكون اللي انا هنفذه يكون مطابق للمواصفات دي، ما يكونش مختلف تماما عن المواصفات اللي انا بتاعه الموديل نفسه. ان يراعى في البساطه بحيث يستخدم في تنفيذ اقل كميه من القماش او الخامات المساعده. يبقى لازم يكون بسيط وبستخدم فيه اقل كميه من الخامات الاساسيه والخامات المساعده.
ما هي انواع الخامات بقى الاساسيه؟ ايه هي انواع الخامات الاساسيه؟ طبعا انا عندي خامات طبيعيه وخامات صناعيه، دي معروفه. ايه انواع الخامات؟ خامات طبيعيه وخامات صناعيه. طبعا دي انا لازم اعرف انواع الخامات، لان انا لما اجي انفذ التصميم لازم اكون عارف الخامه اللي هتناسب التصميم ده ايه ونوعها ايه. انا هروح اشتري الخامه دي، فلازم تكون الخامه دي مناسبه للتصميم بتاعي، وبعارف نوع الخامه وانا رايح اشتريها، لان ايه انا ممكن اختار نوع قماش بس ابقى عارف الخامه دي. انا رايح اشتري خامه فيها نسبه قطن او خامه طبيعيه، لازم اكون ايه اي خامه بقى طبيعيه ممكن تمشي معايا، اي لون انا هختاره فيها. لو انا هعمله في الخامه الصناعيه يعني يكون فيها نسبه صناعي بسيطه، ببقى عارف انواع الخامات اللي تناسب الايه القماشه الموديل ده. تعالوا بقى نشوف ايه هي خامات الطبيعيه زي القطن والصوف والكتان والحرير الطبيعي، خامات الصناعيه زي الخامات التخليقيه والخامات التركيبيه والخامات المخلوط. انواع الاقمشه المختلفه في صناعه الملابس الجاهزه، طبعا احنا عارفين اقمشه بانواعها، الكتان، الجبردين، اللينو، الشوفونات، القطيفه، الشموزات، الفرو. كيفيه بقى تحليل التصميم، ازاي اعمل تحليل للتصميم؟ وده مهم جدا. انا قبل ما ارسم الباترون لازم اكون عامل تحليل للتصميم بتاعي، اشوف الاجزاء بتاعه التصميم دي مكونه من ايه، الموديل اللي قدامي ده مكون من كام قطعه، في مرد يعني الامام قطعتين، في قصه يبقى ايه، يبقى الامام ممكن يبقى في 4 قطع لو في قصه، في كلونه، في وطب الكلونه دي معموله من نفس لون الخامه ولا من لون تاني من لون اخر، كل ده لازم اكون عارفه من ايه تحليل الموديل. تتعدد التصميمات للملابس الجاهزة على اختلاف انواعها، سواء كانت ملابس داخلية او خارجية او ملابس اطفال او حتى مفروشات، تحتاج الى تقدير كمية القماش اللازم للتنفيذ. يبقى انا هنا لازم احدد الاجزاء بتاعه التصميم عشان اقدر احدد كميه القماش اللازمه للايه للتصميم. ويرجع الى اختلاف مكونات كل تصميم عن الاخر، مثلا عدد الاجزاء في التصميم الواحد، يعني التصميم بتاعي ممكن يكون اكتر من جزء. يعني انا لو بصيت للجاكيت اللي قدامي ده هلاقيه ان هو الامام بتاعي مكون من كام جزء، مكون من 3 اجزاء، يعني معمول فيه 3 قصات، والزرار اللي فيه دي عيرة، ماشي. الديكولتيه بتاعي معمول على شكل 7، طبعا موجود فيه 2 كم. يبقى الجاكيت بس فيه كام جزء؟ فيه 3 اجزاء في الامام و3 اجزاء في الخلف. يبقى انا لو انا ما اجي ارسم الباترون هحدد ايه 3 اجزاء دول، طب هم كلهم ايه لون واحد، مش مفهوش ايه لون تاني. نوعية الأقمشة المستخدمة في التصميم، لذلك يجب تحليل التصميم وتجزئه قبل تحديد كمية القماش. يعني لازم أكون عارف ايه الأقمشة المستخدمة في التصميم بتاعي، يعني التاير لو أنا فرضا هعمل التاير دوت، هقول التاير ده ممكن أعمله في قماش روزالين لأنه ايه خامة ناعمة و وطريه وبيديني نفس الملمس بتاع الايه التغيير اللي قدامي ده. يبقى انا كده حددت الخامه بناء على ايه، بناء على شكل التصميم والخامه بتاعته. نرجع تاني مع بعض. كيفيه تحليل التصميم من حيث الشكل العام الذي يميزه، يعني انا بقول الشكل العام مكون من ايه، مكون من زي الجاكيت كده، التغيير دوت مكون من جيبه، مكون من جاكيت، الجاكيت كروازيه، وفي حزام، وفي الامام في قصه من عند الوسط، يعني من تحت في قطعتين من الوسط، والكم نص كم، وطبعا في توب تحت الجاكيت. طب تعالوا نشوف بقى نحلل الموديل ازاي.
كيفية تحليل التصميم من حيث الشكل العام الذي يميزه؟ أول حاجة الحرادات والفتحات المختلفة، يعني لازم أكون محدد الفتحات بتاعة الموديل والحرادات بتاعة الموديل. يعني هنا لو بصيت للفستان اللي قدامي دوت، هلاقي إن الفستان ده إيه معمول من إيه، فستان معمول بإيه، من فوق بياقة ومعمول كروازيه وفي حزام على الوسط، فمدي اللي هو السبعة بتاعة فتحة الياء، ومن تحت هو ايه، هو كلوش عادي خالص، والكم ايه تلات ارباع كم. طب القصات المختلفة، ان ممكن يبقى في قصة برنسيس، يمكن ممكن يكون في قصات قصات اللي هي في سفرة، في مثلا الكم في قصة، كل دي لازم اكون عارف ايه القصات المختلفة. الاكمام واشكالها المختلفة، يعني ممكن الكم يبقى فيه اكتر ايه من شكل، ممكن كم بكشكشة من اعلى، ممكن كشكشة من اسفل، ممكن يكون الكم فيه بليسيه من اسفل، يكون فيه كرانيش، يبقى لازم اكون عارف شكل الكم بتاعي. الاكوال والاشكال المختلفة، طبعا احنا عندنا عارفين اشكال الاكوال، كل اوفيسيه، كل شيميزيه، كل سبور، كل تاير، كل، فدي الاكوال اللي موجوده اللي ايه بيبقى ليها اشكال مختلفه. طبعا الجيوب واشكالها المختلفه، في جيب بيبقى ايه مربع، في جيب دائري، في جيب ببوزه، ممكن الجيب يكون عليه ابليكه، كل دي اشكال الجيوب الموجوده. التوسعات ايه، طبعا التوسعات مختلفه زي كشكشه، زي الكسر، زي الكالوني. هنا بقى بيقولي ما هي المواصفات الفنية التي تؤثر في كمية القماش، يعني ايه هي المواصفات اللي بتأثر في كمية الأقمشة. شكل التصميم، تحليل مكونات التصميم، أجزاء التصميم، حساب عدد القطع المكونة للتصميم. يعني أنا دي الحاجات اللي بتأثر في التصميم، لازم أكون عارف باصص لشكل التصميم نفسه، شكل التصميم عامل ازاي، المكونات بتاعة التصميم زي ما احنا قلنا، الأمام والخلف والكم والكولة والإسورة والجزء العلوي والجزء السفلي، كل ده بيدي بيأثر على كمية القماش اللازمة للتصميم. أجزاء التصميم، طبعا التصميم مكون من كام جزء، حساب عدد القطع المكونة للتصميم، طبعا ده برضو لازم أكون أحسب عدد القطع المكونة للتصميم، بحيث إن التصميم بتاعي لما أجي أنفذه أبقى عارف انا هحتاج قد ايه قماش، وما اجي ارسم الباترون بحدد الاجزاء دي على الباترون عشان القطع ما تتوهش اثناء بعد القص، اعرف اقدر اجمع القطع دي بعد القص. نكمل. كيفية تحليل التصميم من حيث الاجزاء المكونة له، يعني ازاي احلل التصميم من حيث الاجزاء بتاعة التصميم. اول حاجة الامام، يمكن ان يكون جزء واحد او جزئين او اكتر، زي ما احنا شفنا كده في الجاكيت ان هو ايه مكون من كام جزء، من ثلاث اجزاء، في جاكيت بيبقى مكون من جزئين لو في مرد في النص، مكون ممكن مكون من اربعة لو في قصة من اعلى، ممكن يكون لو في قصة امبير، برضو لو في قصة برنسيس، يبقى برضو دي كل دي لازم احدد الاجزاء بتاعتي. نرجع تاني، يتكون من عدد اتنين كم، ويمكن ان يتجزأ الكم الواحد جزئين او اكتر، طويل قصير او طول 75%، تركورر اللي هو الكم الجابونيز، القصير او الطويل، وفي بعض الاحيان توجد تصميمات بكم واحد زي الفستان اللي هو بيبقى ايه حمالات من جزء وكم من جزء تاني. يمكن ان يكون الكول قطعة واحدة او قطعتين، وتتكون من وجه وبطون. الاساور لكل اسورة، وتكون من طبقتين الاسورة وبطانتها. نيجي بقى للرسم التوضيحي اللي هو رسم الاجزاء النموذج لمعرفة كمية القماش، واحط ازاي احط الاجزاء على القماش نفسه واحسب كمية القماش بتاعتي. الرسم التخطيطي بقى لا يحدد كمية القماش اللازمة للتنفيذ، ولكن أيضا يحدد نسبة العادم من القماش في العروض المختلفة.
يعني انا مش بحدد كميه القماش بس، انا بعمل رسم تخطيطي دي عشان احدد كميه القماش، لا كمان عشان اقلل نسبه العادم اللي هتطلع من التعشيق نفسه. بذلك يمكن اختيار العرض المناسب الذي يعطي نسبه اقل من عادم القماش، يعني لازم اختار عرض القماش اللي يناسب القطعه دي، لما اجي اعشق ما يطلعليش عادم كتير، لان ده المهم جدا. ازاي اعمل اوفر في القماش بحيث ما اطلع اقل عادم، لان العادم لما بيطلع كتير جدا يبقى انا كده هضرت في الخامه اللي انا اشتريتها. نكمل، نيجي بقى نشوف هنا الرسم التخطيط. انا كده هعمل جونيلا، الجونيلا دي من قماش ساده، وعرض القماش بتاعها 100 سنتي، عرض القماش 100 سنتي. فانا لما جيت عشقت الجونيلا، طبعا ده تعشيق جماعي لان انا معشقة على الاجزاء كلها، فحطيت الامام كامل وحطيت الخلف كامل وعملت الايه القمر من اسفل من تحت. يبقى انا حددت هنا عرض القماش قد ايه، عرض القماش 100 سنتي، يبقى كده اخد قد ايه قماش. لو قلت ان الجونيلا دي طولها 80 سنتي، يبقى اخد كام قد ايه، يبقى 80 مع مسافات الخياطة اللي حطيتها يبقى 160، وهحط عرض الحزام او عرض القمر بتاعي اللي هو 7 سنتي، يبقى كله على بعضه هقول ان هو اخد 170 سنتي. نكمل، طريقة وضع النموذج اللي هو التنورة على قماش مؤلم بالورب، القماش عرض 140 سنتي. طبعا انا لما باجي احدد الاقمشة اللي هي بيبقى فيها تقليم بالعرض او تقليم بالطول، دي بيبقى التهدير فيها كبير قوي، فانا الخامات اللي هي الهادر بتاعي ده ممكن استخدمه في تصنيع ايه، ادخله كحليات في ايه، في موديلات اخرى. فطبعا عشان اطلع شكل الجونيلا بالشكل ده بحط الايه التعشيق بتاعي بالورب زي ما احنا حاطينه كده على القماش، وكمان بحدد اتجاه الايه النسيج على لان كده انا عكست الايه الخطوط بتاعت القماش. طريقة وضع النموذج فستان طفلة على قماش منقط، القماش عرض 120 سنتي، طبعا ده الفستان بتاعي بتاع الطفلة دوت، عرض القماش ايه 120 سنتي. فهنا طبعا التعشيق الفستان فيه قصة برنسيس في الامام وقصة برنسيس في الخلف، فهنا طبعا التعشيق هنا اتعمل على متني، ما اتعملش على مفتوح، يعني التعشيق اللي قدامي ده هلاقي الامام فيه 2 قطعة مترقمة اهي، الخلف 2 قطعة برضو لان في قصة برنسيس، الخلف في مرد في الخلف متحدد، طبعا الكولا ادي الكولا وبطانتها، الاسورة طبعا اسورة وبطانتها، والكم والانفورم محطوط بتاع الايه الامام والانفورم بتاع الخلف، ومحدد من خلاله برضو خط اتجاه النسيج. وكده انا عشقت الايه الموديل بتاعي ايه على متني على عرض 120 سنتي. طبعا من التعشيق ده بحدد من خلاله كمية القماش اللازمة لتنفيذ الفستان دوت، بحيث لو جيت عملت قطعة كاملة يبقى عرفت القطعة الكاملة الكميات كلها هتاخد قد ايه من الخام. هناخد بقى بعض امثلة لتحليل النموذج، يعني ازاي اعمل تحليل للنموذج. هناخد بقى مثال بلوزة بمرض، مثال اولين البلوزة اللي قدامنا طبعا دي زي ما احنا شايفين شكلها كده، هي بلوزة بمرد من الامام وكولا وكم وايه واسور، بقول الامام 2 قطع، ليه 2 قطع؟ لان في مرد في الامام، قاسم الامام الى جزئين، الخلف قطعة واحدة مادام الامام مفتوح يبقى الخلف قطعة واحدة مادام هو مش مديني الخلف، الاكمام طبعا 2 كم، ولازم اركز انا ما بكتبش كم وبس، لا بكتب 2 كم لان انا عندي دراعين، فالدراعين هيتركب في كل دراع كم، فبكتب 2 كم. الاسوره 4 قطع، طب 4 قطع ليه؟ لان انا عندي الاسوره الكم الواحد بتركب له اسوره وبطون، والكم التاني اسوره وبطون، بقى الاسوره كام قطعه؟ 4 قطع.
الأنفورم، عدد أنفورم إيه لحردة الرقبة الأمامية والخلفية. نيجي بقى للمثال التاني، بدلة بمرد وجيوب. بدلة بمرد وإيه وجيوب. تعالوا نشوف البدلة دي. أول حاجة تحليل الجاكيت بدون بطانة. الجاكيت اللي عندي ده مفهوش بطانة. الأمام 4 قطع، ليه؟ لأن هو فيه قصة برنسيس، فالأمام عندي كام قطعة؟ 4 قطع. الخلف قطعة واحدة، يعني القصة في الأمام فقط، والقصة في الأمام جاية من أول الكتف لغاية نهاية الجاكت. الأكمام 2 كم. الجيوب عندي 2 قطعة جيب كبيرة، اللي هو الجيب اللي تحت اللي هي حاطة ايديها في جيبها كده، و1 قطعة جيب صغيرة اللي هو الجيب العلوي اللي في الصدر فوق. يوجد شريط حلية من الخامات المساعدة يركب على المرد والجيوب. يعني أنا عندي حلية واخدة كده شكل المرد، واخدة على الجيوب بتاعتي. البنطلون بقى، الأمام 2 قطعة. طبعا احنا عارفين ان البنطلون يعتبر مكون من 4 قطع، الأمام 2 والخلف 2 والكمر طبعا 2 قطعة، لأن الكمر بيبقى فيه الكمر والبطانة بتاعته. كده احنا حللنا الموديل التاني. نيجي بقى للموديل التالت، قميص سبور وشورت. تحليل القميص، الامام برضو 2 قطعة لانه هو فيه مرد. الخلف قطعة واحدة. الاكمام 2 قطعة. الجيوب قطعة واحدة. قلابة الجيب قطعة واحدة. صفرة القميص قطعة واحدة. الكولة 2 قطعة. رجل الكولة 2 قطع. نيجي بقى للشورت، الأمام 2 قطعة والخلف 2 قطعة والجيوب 2 قطعة وبطانة الجيوب 2 قطعة بالخيالة والقمر 2 قطعة، البتالتة 3 قطع. طبعا البتالتة اللي هي السوس ده مكان تركيب السوس. كده احنا خلصنا الجزء بتاع تحليل الموديل. هناخد بقى بعض التمرينات، المسائل على الايه المقايسه. احنا النهارده اخدنا جزء كبير جدا في تحليل الموديل، وتحليل الموديل ده مهم جدا، ان انا ازاي احلل الموديل وازاي اشوف الاجزاء بتاعه الموديل عشان من خلالها اقدر احل الايه، اقدر احدد كميه الايه الخامات الاساسيه وكميه الخامات المساعده ايه المطلوب. تعالوا بقى نحل تمرينات على الجزء اللي احنا اخدناه النهارده. طبعا كل التمرينات اللي احنا بنحلها موجوده في الكتاب، فنركز مع بعض عشان لو في اي حاجه غير واضحه او حضرتك ما فهمتهاش بعد ما خلصنا الحلقه، حضرتك هتبعتها لنا على الجروب واحنا عن ايه هيتم الرد عليها مباشره. تعالوا مع بعض كده نبدا. يقول لي هنا بقى في المساله، اراد مصنع انتاج عدد 80 فستان طفله. يحتاج الفستان الى متر 75 سنتي من القماش. كل فستان بيحتاج الى متر 75 سنتي من الدنطيل. الفستان يحتاج الى 6 زراير صغيرة طبعا متركبة في الظهر. المطلوب حساب كمية الخامات الاساسية والخامات المساعدة وتحليل الموديل. هو طلب هنا تحليل ايه؟ تحليل الموديل. تعالوا نشوف المسألة. اول حاجة طبعا قال هنا كمية القماش بتساوي ايه؟ بتساوي متر 75 سنتي في 80، هديني متر 140 متر. كمية شريط الدانتيل 175 من 100 في 80، هديني 140 متر. كمية الزراير، كل فستان بياخد 6 زراير، يبقى 80 بياخدوا 480 زرار. كمية الخيط، كل 4 فساتين بتاخد بكرة خيط واحدة، يبقى 80 على 4 هيديني 20 بكرة. تعالوا بقى لتحليل الموديل. الأمام الجزء العلوي 2 قطعة ومرد. الخلف قطعة واحدة. الأمام 2 كم قصير. كولا 2 قطع. اسورة 2 قطعة زائد 2 بطانة. ده كده احنا حللنا الموديل اللي قدامنا. يبقى الموديل الامام الجزء العلوي 2 قطع عشان فيه مرد. الخلف قطعة واحدة. الكم قطعتين. الكولة 2 قطعة. الاسورة
اتنين قطعة زائد اتنين بطانة، يعني هما 4 قطع. الجزء السفلي بقى جونيلا بكشكشة في الوسط، الأمام قطعة واحدة والخلف قطعة واحدة. الخامات المساعدة دانتيل بالصدر والرقبة والإسورة والديل وست زرايط، دي الخامات المساعدة. نيجي بقى للموديل التاني. أراد مصنع إنتاج عدد 80 فستان طفلة، يحتاج الفستان إلى متر وربع من القماش، كل فستان يحتاج إلى 75 من 100 متر من الدانتيل، الفستان يحتاج إلى 6 زرايط صغير. هو هنا بقى بيقول لي أكمل مكان النقط في ضوء البيانات المطلوبة السابقة، كمية القماش، كمية شريط الدانتيل، كمية الأزرار. المطلوب حساب كمية الخامات الأساسية والخامات المساعدة، ما هي كمية الخامات المطلوبة لشرائها لاستكمال عدد 120 فستان. يبقى هنا المسألة دي طلب مني حاجتين، اداني اكمل الاحتياجات بتاعة الفستان الكمية الاولانية، ولو انا عايزة اكمل على اجيب كمية هعمل كمية 120 فستان، يبقى انا هشتري خامات قد ايه عشان اعمل 120 فستان. هو طالب 80 فستان وانا هجيب الكمية ل 80 فستان، لا ده انا هزودهم اخليهم 120، يبقى ايه كده، هو زود كام على الايه على التمانين، زود كام ايه 40 فستان، يبقى انا كده هزود عدد الفساتين اللي هو زود. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده الكمية، احل الجزء الاولاني اللي هو 80 فستان، بعد كده هشوف هحتاج قد ايه عشان اكمل 120 فستان. يبقى هو هنا اداني مسألتين في مسألة واحدة. اول حاجة اقول كمية القماش اللازمة للتمانين فستان، يبقى اقول متر وربع في 80 هديني 100 متر. كمية شريط الدانتيل 75 سنتي في 80 هديني 60 متر. كمية الازرار كل فستان بياخد 6 زراير، يبقى 80 هياخدوا 480 زرار. كمية الخيط 80 على 4 هيديني 20 بكرة. حساب كمية الخامات الأساسية والخامات المساعدة ل 120 فستان. أنا حسبت قد إيه؟ حسبت 80. هاجي أحسب بقى أنا لو أنا عندي 120 فستان هياخدوا قد إيه خامات. هاجي أعمل نفس الحسابات تاني، إن أنا هقول 100 كمية القماش ل 120، الفستان الواحد بياخد متر وربع، يبقى في 120 هيديني متر ونص. كمية شريط الدانتيل الفستان الواحد بياخد 75 سنتي، يبقى 120 بياخدوا قد ايه؟ بياخدوا 90 متر. كمية الزراير كل فستان بياخد 6 زراير، يبقى 120 بياخدوا قد ايه؟ بياخدوا 720 زرار. كمية الخيط كل فستان بياخد، كل 4 فساتين بتاخد بكرة خيط واحدة، يبقى 120 بياخدوا قد ايه؟ بياخدوا ايه؟ 120 على الأربعة يتاخدوا 30 بكرة. كده احنا حلينا المسألة على جزئين، الجزء الاولاني اللي هو كمية الفساتين على 80 وكمية الفساتين على 120 في الجزء التاني. هاجي بقى اطرح النواتج اللي طلعت لي عشان اعرف انا هشتري ايه خامات قد ايه عشان اكمل على 120. تعالوا بقى نشوف كده نحسبها ازاي. كمية الخامات المطلوب شرائها، نركز في الحتة دي قوي، كمية الخامات المطلوب شرائها لاستكمال عدد 120 فستان، انا التمانين كانوا بياخدوا قد ايه؟ بياخدوا 100. طيب والمية وعشرين بياخدوا قد ايه؟ بياخدوا 150. يبقى كمية القماش المطلوب شرائها، يبقى ايه؟ هطرح 150 ناقص 100 هيديني 50 متر، يبقى انا هروح اشتري 50 متر عشان اكمل على 120. طب كمية الدانتيل المطلوب شرائها، التمانين اخدوا كام؟ اخدوا 60 متر. طب والمية وعشرين اخدوا قد ايه؟ اخدوا 120، اخدوا 90 متر، يبقى انا هطرح 90 ناقص 60 هيديني 30 متر. تمام كده. نيجي بقى كمية الزراير المطلوبة، التمانين فستان اخدوا قد ايه؟ اخدوا 480 زرار. طب المية وعشرين هياخدوا 720 زرار، يبقى انا هطرح الاولاني من التاني هيطلع لي اللي انا المطلوب شرائه 240 زرار. كمية الخيط المطلوب شرائها، طبعا
التمانين هياخدوا 20، ال120 هياخدوا 30، يبقى انا هطرح ده من ده هيطلع لي ان انا هروح اشتري 10 بكرات فقط عشان اكمل الايه ال120. يبقى هنا اتضح لي ان انا لما اطرح النواتج هيطلع لي في الاخر الكمية اللي انا هروح اشتريها عشان اكمل ال120 فستان. يبقى نركز قوي في في السؤال والمطلوب في المسألة، لان هو اداني مسألتين مع بعض في مسألة واحدة، وازاي اجيب الكمية اللي ناقصة اللي انا هروح اشتريها عشان اكمل الطلبية الزيادة، اللي هو العدد اللي طلبه زيادة على ايه، على الطلبية بتاعتي. نكمل هنا بقى، ندخل في جزء جديد بيقول لي ما هي الأسس الفنية التي تحكم التقدير الحسابي لكمية القماش المطلوب للتنفيذ. يعني ايه هي الأسس اللي لازم اتبعها عشان احسب كمية القماش اللازمة والمطلوبة للتنفيذ. يعني ندخل بقى في قوانين المقايسات، ندخل في قوانين المقايسات، ايه هي القوانين بتاعتي وهي القواعد اللي انا لازم امشي عليها، والقواعد دي ثابتة واساسية ولازم اكون عارفها وما انساهاش. يعني مش مجرد ان انا خلص الترم ده خلاص كده، لا، ده الاسس دي بتفضل معايا على طول، حتى وانا شغال لازم ابقى عارف القوانين بتاعة المقايسات عشان اقدر اشتغل عليها فيما بعد. ان انا هعمل تعشيق، هحسب كمية القماش، هحسب كمية الخامات الاساسية والخامات المساعدة، دي قواعد اساسية بحطها ليا وانا شغال في المقايسة علشان امشي عليها بالطريقة الصحيحة ويطلع المنتج بتاعي بطريقة صحيحة وطريقة مظبوطة. تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف اول حاجة في الاسس اللي لازم اتبعها ايه. حساب مسافات الحياكات والثنيات لكل جزء من اجزاء التصميم. يعني لازم احسب مسافات الحياكة، مسافات التنيات لكل جزء في التصميم. يعني كل جزء في التصميم دي مسافة حياك، نهايات نهايات الموديل بيبقى فيها مسافات تنيات. تاني حاجة، حساب بطنته بأنواعه المختلفة. يعني لازم أكون عارف أنواع المردات وكل مرد عرضه قد إيه والبطانة قد إيه. حساب مسافات التوسيعات، التوسيعات اللي هسيبها في الديل او في نهاية الموديل، والكسرات والكانونات والبليسي. تقدير مسافة التوسيعات للكشكش والكرانيش، تقدير مسافة الكشكش للأكمام، وحساب عدد قطع الأساوي، حساب عدد قطع الأكوال المختلفة، الأنفورمات والبيهات وعادة ما تأخذ من العادم. يعني ان دايما الانفورم والبي باخده من ايه، من العادم اللي بيطلع، واحيانا برضو باخد قطع الاكوال برضو من ايه، من العادم. تعالوا بقى نشوف ايه، هنكمل بقيه الايه القواعد بتاعتنا. بقيه القوانين عشان نقدر نشتغل عليها بطريقه صحيحه. القوانين بقى بتاعت المقايسات، تعالوا بقى بص كده. اول حاجه الكالوني عباره عن كسرات متقابلتين، وتكون مسافه الكالوني ضعف الكسره. يعني انا لما اشتغل على الكالونه بقول ان الكالونه بتاعتي دي هي الجزء بتاع اللي بيبقى زياده على الكسرات وبيبقى زياده على الموديل نفسه. طيب انا هنا لما اجي اشتغل على الموديل نفسه، طب هل الموديل بتاعي بيبقى فيه فيه كسرات، فيه تانيات، بيبقى فيه كسرات، فيه بليسيه، فيه اشكال كتيره جدا للجزء بتاع الموديل نفسه. طيب نرجع تاني هنتكلم عن الاسس الفنيه، عشان احنا اتكلمنا عن الكالوني، لا نبدا من الاول خالص. الاسس الفنيه التي تحكم التقدير الحسابي لكميه القماش المطلوبه للتنفيذ. اول حاجه احنا قلناها حساب مسافات الحياكات والثنيات لكل جزء من اجزاء التصميم، حساب عرض المرد وبطانته بانواعه المختلفه،
حساب مسافات التوسيعات والكسرات والكالونيهات والبليسي، تقدير مسافات التوسيعات للكشكشة والقرانيش، تقدير مسافات الكشكشة الأكمام وحساب عدد قطع الأساور، حساب عدد قطع الأكوال المختلفة الأنفرمات والبيهات، وعدد ما تأخذ من إيه العادة. إحنا طبعا حلينا المسائل دي، هندخل على القوانين على طول. أول حاجة هنتكلم عن إيه السنايات. يعني إيه تانية؟ يعني ايه التانية؟ انا بقول هنا في التانيات بيترك 2 سنتي الى 5 سنتي مسافات السنايات المختلفة، يعني من 2 سنتي ل 5 سنتي السنايات المختلفة. يعني انا لما اجي ابص للكم، الكم بتاعي بسيب له 2 سنتي، يعني الكم بتاعي ساب له 2 سنتي، البلوزة بسيب لها 2 سنتي. طب لو انا بعمل بقى الديل، ديل البنطلون او ديل الجونيل، في بعض النهايات ممكن تبقى من 2 ل 3 سنتي، في بعض النهايات بتبقى إيه من 3 ل 5 سنتي، يعني ممكن نهاية البنطلون تبقى 5 سنتي، ممكن تبقى نهاية الفستان 5 سنتي. يبقى انا حسب ما بحدد الموديل بتاعي، حسب التصميم، بقول ان الايه النهايات دي بتبقى من 2 الى 3 سنتي. يبقى لازم احدد نهاية الموديلات او نهاية السنايات بتاعة الموديل نفسه. ليه؟ انا بحددها على التصميم نفسه. يعني انا بعد ما برسم الباترون بحدد مسافات الحياك ايه ان مسافات الخياطة، فلازم اكون محددها على الباترون، علشان لما اجي احط الباترون ده على القماش يبقى متحدد عندي الباترون المقاسات الاساسية مع مسافات الايه الحياكة. تمام، نكمل. مسافات الحياكة بقى يترك 1 سنتي من 1 ل 2 سنتي في حياكة الجناب والأكتاف. يعني أنا الجناب بسيب لها من 1 ل 2 سنتي. طب ليه؟ لأن أنا عندي في أوفر، فعلى الأقل بسيب 1 سنتي للأوفر وأسيب إيه 1 سنتي للحياكة، فيبقى بسيب إيه من 1 ل 2 سنتي. في أقمشة ما بحتاجش إن أنا أعمل لها أوفر، فبالتالي إن أنا ممكن أسيب 1 سنتي. في أقمشة بحتاج إن أنا أعمل لها أوفر، فبسيب 2 سنتي. طب مسافات الحياكة دي أنا بسيبها ليه؟ لان انا لو خيطت على الباترون الاساسي بتاعي يبقى انا كده هقلل من المقاس اللي انا برسمه. يعني لازم اكون براعي ده، ان انا ما خيطش على الباترون ايه على الخط بتاع الباترون، لا انا بخيط على المسافة بتاعتي بحيث ان انا ما ايه ما اقللش من مسافة الحياكة نفسها. تاني حاجة بقى، يترك 0.5 سنتي من 0.5 سنتي الى 3/4 سنتي في الحردات والمنحنيات. زي ايه؟ زي حردة الرقبة، حردة الإبط، بسيب من 0.5 سنتي الى 3/4 سنتي. لان انا عندي لو سبت مسافة كبيرة في حردة الرقبة او في حردة الإبط، دي بتأثر على الايه على شكل المنتج نفسه. فعشان كده بقول ان انا بسيب من 0.5 سنتي الى 3/4 سنتي في الحردات بتاعة الحردات وايه والدورانات بتاعتي. نبدأ نكمل تاني. دي الشكل العام، ادي البلوزة اللي انا بعمل لها التصميم بتاعها، بحدد من خلال ايه ادي مسافات الحياكة اللي هي معمولة بالاسود التقيل دي، هي دي مسافات الحياكة اللي متحددة عندي للموديل بتاعي. نيجي تاني حاجة، المردات يقصد بها ايه الفتحات التي تقفل بالازرار والعراوي سواء من الخلف او الامام، وهي متعدده الانواع ومختلفه في طريقه تنفيذها الى انها محكمه بقاعده واحده في طريقه حساب مقدارها وبطاقتها. يعني عندي المرد ده معروف، المرد ده بيبقى موجود في المنتج بتاعي سواء في الامام او في الخلف او في الجنب، حسب ما يكون حسب وضع الايه المرد بتاعي. والمرد ده ليه قواعد، بيبقى ليه عرض المرد والبطانه بتاعته. كل المردات كده، عرض المرد والبطانه بتاعته، سواء بقى ايه مرد بسيط، مرد مركب، مرد كروازيه، كل المردات دي ليها ايه ليها مقاسات. يعني انا لازم التزم بالقاعده بتاعه المرد، يبقى بلتزم بعرض المرد والبطانه بتاعه المرد. نكمل. المرد البسيط
عرض المربط بيساوي 2 سنتي خارج خط النصف الأمام. يعني أنا خط نصف الأمام عندي بخرج مسافة المربط، يعني بعد خط نصف الأمام بخرج مسافة المربط، وبعد ما بخرج مسافة المربط بخرج مسافة البطون زي ما احنا شايفين عندنا كده. يبقى أنا بخرج مسافة المربط بخرج مسافة ايه؟ البطون. يبقى هنا عرض المربط كام؟ 2 سنتي، والبطانة بضعف المربط، البطانة ضعف المربط. يعني ايه؟ يعني انا عرض المربط 2 سنتي يبقى البطانة 4، عشان لما اجي اتني البطانة هتاخد جزء من المربط وتاخد جزء من ايه؟ من تنظيف الرقبة. يبقى مسافة المربط بتساوي قد ايه؟ بتساوي 2 زائد البطانة 4، يعني العرض كله ايه؟ 6 سنتي من الجهتين. وركز قوي ان هي من الجهتين، يعني لما اجي احط البطرون على القماش انا عندي في الناحيتين في مرض، مش ناحية واحدة، لا الناحيتين فيها مرض. يبقى ده بالنسبة لايه؟ المرض البسيط. طب تعالوا نشوف المرض التاني، المرض البسيط مع الريفيرا والكول السبور. طبعا ده بيختلف، ليه بيختلف؟ هو عرض المرض 2 سنتي تمام، والبطانه بتاعته من تحت بتبقى 4 سنتي زي ما احنا عارفين. يعني انا بخرج خط خارج خط نصف الامام بخرج مسافه المربط 2 سنتي ومسافه البطانه 4 سنتي. طب بعد كده بعمل ايه بقى؟ باجي اخد من على خط الكتف بقيس 3 سنتي واعمل خط الوهمي من ايه؟ اللي هم الـ4 سنتي اللي انا اخدتهم من البطانه بعملهم من داخل الايه؟ البطرون نفسه، عشان عشان اخدها بعد كده اشفها واطبعها الناحية التانية فيطلع لي حردة الرقبة مع الـ3 سنتي اللي اخدتهم مع ايه؟ من على الكتف، واوصل بخط مايل زي ما احنا شايفين كده. ده اسمها الايه؟ المرد زائد حيط الرقبة زائد 3 سنتي من ايه؟ من الكتف. يبقى هنا ده المرض البسيط مع الريفيرا والكولسبور. طب انا بعمل ده ليه؟ عشان يديني تنظيف للرقبه لما اجي اركب الكوله زي ما احنا شايفين كده في الموديل اللي قدام. يبقى احنا كده عرفنا ان المرض الريفيرا او اللي هو او الكولسبور بخرج مسافه المرض 4 سنتي زائد الـ3 سنتي اللي عند الكتف واعمل حرده الايه؟ الرقبه زي ما احنا شايفين كده، بعدين اوصلها بخط ايه؟ مايل، فيبقى كده البطانه والمرض. المرض الكروازيه بقى، المرض الكروازيه طبعا بتروح من 5 إلى 10 سنتي حسب الموديل بتاعي. المرض الكروازيه بيبقى من 5 إلى 10 سنتي حسب الموديل للبلوزه والفستان او الجاكيت. طبعا البلوزه والفستان بيبقى 5 سنتي، اما الجاكيت والبلطو اللي هو المعطف بيبقى من 6 لـ10 سنتي. يعني بيختلف من الجاكيت عن البلوزة وعن الفستان. طبعا هنا برضو بيبقى ايه؟ المرد بيبقى 5 سنتي والبطانة بتبقى ايه؟ ضعف المرد، بزود برضو عليه اللي هي 3 سنتي من عند الكتف عشان يبقى فيه تنظيف للرقبة. يبقى هنا دي المرض اللي هو الايه؟ الكروازي. نيجي بقى للتوسعات في التصميم. طبعا التوسعات احنا عارفين في توسعات بتبقى الجونيلا بتبقى فيها توسعات، يعني ممكن اعمل جونيلا على شكل كلوش او التوسعات بعملها جوه الجونيلا من غير ما اعمل قصات، او توسعات في الديل من اسفل. فلازم التوسعات دي بعملها ليه؟ لراحة الرجل اثناء الحركة. يعني انا لما باجي امشي لازم يبقى فيه راحه للرجل اثناء ايه؟ اثناء الحركه. طب نيجي نشوف بقى ايه التوسعات دي مقصود بيها. يقصد بها توسيع خط الديل من جهه الجناب او في القصات الطويله التي تنتهي عند الذيل. يعني انا بستخدم التوسعات دي عشان اوسع بيها الموديل. يبقى يقصد بها توسيع خط الذيل من جهه الجناب او في القصات الطويله التي تنتهي عند الذيل. يعني ممكن اعملها في قصات البرنسيس لما تكون قصه جايه من عند الفستان من فوق لغايه تحت، بعمل فيها توسعات. لو في نهايه الديل بعمل فيه توسعات. طبعا بعمل التوسعات من ناحيتين، يعني في الامام وفي الخلف، من ناحيتين، مش بعمل في ناحيه واحده بس التوسعات.
وبرده في القصات البرنسيس كذلك بعمل فيه الناحيتين في القصة بتاعتي. نكمل ناخد بقى هنا في الموديل دوت. بص للموديل هنا، في الموديل في الموديلات القصيرة من 3 سنتي إلى 5 سنتي، يعني في الموديلات القصيرة باخد من 3 سنتي لـ5 سنتي، في الموديلات الطويلة بتبقى من 7 سنتي لـ10 سنتي. القانون بيتحسب ازاي بقى؟ بحسب حساب عرض القطعة زائد مسافة التوسيع زائد مقدار الحيط، يعني بحسب عرض القطعة يعني عرض الأمام عندي كام زائد مسافة التوسيع زائد مقدار الحيط. تمام. رابعا هناخد الكسرات، هي الطية التي يتم عملها على القماش بغرض إعطاء شكل جمالي للفستان أو الجونيلا مع إعطاء اتساع المطلوب للزي، يعني الكسرات بتاعتي دي اللي أنا بضيفها عشان تدي شكل جمالي للموديل بتاعي. طبعا الكسرات بيبقى ليها القانون بتاعها، يتراوح عرضها من 1 سنتي إلى 6 سنتي، مسافة الكسرة بتساوي عرض الكسرة في 2، وعرض القطعة بتساوي عرض القطعة زائد مسافة الكسرة زائد مقدار الحياكة حول النموذج زائد توسيع الجناب. هنكتفي بهذا القدر النهاردة، وفي الحلقة الجاية هنكمل بقية الكسرات، وهناخد مسائل بقى على الكسرات والكانونية وازاي بضيفها على عرض القماش وازاي احسبها. احنا النهاردة اخدنا جزء كبير من المنهج، اخدنا تحليل الموديل، اخدنا ازاي احسب القطع بتاعتي، ازاي احسب برضو الخامات الاساسيه والخامات المساعده، ازاي احسب طبعا اهم حاجه الحسابات بتاعه كميه القماش وكميه الخامات المساعده. الجزء اللي احنا خدناه النهارده هنذاكره كويس جدا. الحلقه الجايه هنكمل بقيه حلقتنا ونذاكر القوانين اللي احنا اخدناها، ازاي احسب مسافات الخياطه، ازاي احسب الثنايات، القصات، المربطات، كل ده ناخد بالنا منه عشان دي قوانين ثابته اللي بتبقى معانا على طول واحنا شغالين. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، اشوفكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله.